إذن أسئلة كثيرة تطرح حول ما جرى للطائرة المصرية المنكوبة، ولا أحد يستبعد أي فرضية بشأن مصيرها حتى ولو كان ذلك عملا إرهابيا. كيف تعاملت خلية الأزمة في كل من باريس والقاهرة؟ من يتحمل مسؤولية ما جرى؟ هل ستصيب هذه الكارثة الجديدة السياحة والاقتصاد المصري في الصميم؟ ضيوفي في النقاش: من القاهرة الخبير الأمني والاستراتيجي العميد خالد عكاشة، من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل جلول، وعبر الهاتف معي خبير إدارة أمن وسلامة الطيران في مطار هامبورغ رامي العكر. أهلا بكم جميعا ضيوف كرام. أبدأ هذا الحوار مع ضيفي عبر الهاتف، يعني كخبير في الطيران، السيد رامي العكر، ماذا يعني ما قاله وزير الدفاع اليوناني بأن الطائرة قامت بانعطاف 90 درجة إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين أثناء هبوطها من ارتفاع 37,000 قدم إلى 15,000 قدم قبل أن تختفي عن شاشات الرادار؟ يعني هذا كانت آخر المعلومات. هذه المعطيات من وجهة نظرك كخبير تعزز أي فرضية تحديدا؟ مساء الخير. طيارة الأيرباص 320 طيارة مجهزة بأجهزة سلامة الطيارة، يعني سلامة الركاب والراحة التامة للركاب. يعني من ناحية تقنية الطيارة ما فيها تميل بزاوية أكثر من 67 درجة. إذا كان الكلام اللي قاله الوزير دقيق، معناته أنه الأجهزة اللي بالطيارة اللي تتحكم بسلامة الطيارة ما اللي ما بتخليها تميل أكثر من 67 درجة تعطلت، وهذا الشيء يدل على وضع الطيارة غير عادي، بسموها بالإنجليزي abnormal procedure. يعني الطيارة إذا مالت 90 درجة وكان هالكلام صحيح يدل على عطل كبير جدا تقني، الطيار لازم يحاول يرجع مرة تانية ويتحكم فيه. طيب إذا كان عطل تقني يعني كبير جدا، لماذا لم يكن هناك أي إشارة استغاثة أيضا؟ هذا دلالة على ماذا كخبير من وجهة نظرك؟ صح، النداء الاستغاثة في سلم الأولويات بيكون رقم 3، يعني بأي حالة طوارئ بالطيارة الرقم الأول بيكون إنه محاولة الطيار إعادة التحكم بالطيارة، رقم 2 بيكون محاولة التوجه والسيطرة على وجهة الطيارة، ونداء الاستغاثة بيكون رقم 3 على سلم الأولويات. فممكن بهالوضع يكون الطيارين مشغولين جدا بإعادة التحكم بالطيارة بعد الخلل اللي صار بالأجهزة، فما قدروا يوصلوا على رقم 3. طيب أجهزة استخباراتية مثل روسيا على سبيل المثال، أيضا مسؤولين وسياسيين مثل فرنسا واليونان وحتى مصر، يعني أخذت تأخذ هذه الفرضية إلى حد ما وتقبلها وهي فرضية عمل إرهابي. هل من الواقعي الحديث عن هذه الفرضية قبل الحصول على الصندوقين الأسودين وأيضا على معطيات يعني أكثر واقعية على الأرض، أم أن هناك بعض المؤشرات قد تذهب بهذا الاتجاه؟ هلا بعد بكير جدا لنقدر نحكي عن الوضع، شو الاسباب الرئاسيه والاسباب اللي صارت على وجهه النظر. التكهنات هلا بتدل على انه كل الاسباب وارده. السبب للتعطل او بالاجهزه اللي بالطياره قد تكون سبب اسباب داخليه او خارجيه. يعني اذا بدنا نحكي عن عمل ارهابي والطياره طايره فوق البحر بعلو 37,000 قدم، يعني احتمال ضئيل جدا انه يكون خارجي، بس ممكن الاحتمال انه يكون داخلي جدا. بس مثل ما قلت انه هلا بعده الوقت بكير جدا قبل الوصول إلى الصندوق الأسود أنه نعرف السبب مضبوط. وهذا هو سؤالي الأخير، يعني كم نحتاج من الوقت للوقوف على أسباب الكارثة؟ يوم، يومين، عشرة، كم؟ يعني حسب الأدلة اللي الخبرة اللي عنا إياها من الحوادث اللي صارت من قبل، مثلا الطيارة الماليزية وقبلها من عدة حوادث، عادة العمل البحث والتدقيق والتحريات بيطول بين شهر وثلاث سنين. يعني الصندوق الأسود على سبيل المثال إذا كان موجود هلأ داخل البحر بيضلوا يعطي إشارة إلكترونية يخبر عن الموقع تاعه لمدة شهر، يعني خلال شهر لما تلاقي الصندوق الأسود نقدر يكون عنا بوادر الصورة، تبلش الصورة تتوضح عن السبب التقني اللي صار، ولا يطلع التقرير النهائي بالحادث ممكن تطول سنتين أو ثلاثة.
شكرا لك السيد رامي العكر، يعني خبير إدارة أمن وسلامة الطيران في مطار هامبورغ، أشكرك على هذه المعلومات التي سأبني عليها التحليل الآن السياسي مع ضيفين. شكرا لك رامي، وأنتقل الآن إلى ضيفي من القاهرة وأيضا من باريس. أبدأ مع حضرتك سيد خالد عكاشة. استمعت، يا هلا، استمعت إلى ما قاله الخبير في الطيران. يعني هناك المزيد من الوقت من أجل إيجاد بعض الأدلة، وهنا السؤال، يعني هناك تضارب حتى في المعلومات، أرى الآن آخر التطورات، حتى الهيئة اليونانية للسلامة الجوية تنفي الآن العثور على حطام طائرة مصر للطيران، أي معلومة مغلوطة من هنا، معلومة مؤكدة من هناك، ومن ثم نعود إلى المربع الأول. إلى أن نحصل على معلومات، أين تجد مصر نفسها الآن؟ في أي موقف الآن الإدارة، السلطة المصرية؟ يعني السلطة المصرية من اللحظات الأولى هي تشكل خلية أزمة على أعلى مستوى. هناك اجتماع شهدته القاهرة صباح هذا اليوم، هو اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، هي أعلى سلطة أمنية متواجدة في جمهورية مصر العربية، تمثل في هذا المجلس كافة أجهزة الدولة المعنية والتي سيسند إليها أدوار محددة تقوم بها خلال الفترة القادمة، كافة أجهزة الاستخبارات، كافة الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة، وزارة الخارجية المصرية، رئاسة الوزراء المصرية، وأيضا رئيس مجلس النواب. إذن نحن نتحدث عن اهتمام مصري غير مسبوق، وهذا الأمر متوقع وكان جديرا بالفعل لأن يشهد الساعات الأولى اجتماع بهذا المستوى. التنسيق الذي تم مع الجانب الفرنسي تم من اللحظات الأولى، وأيضا مع الجانب اليوناني، وكان ثمرته أن بدأت الوحدات العسكرية اليونانية في الانتقال إلى موقع يرجح أن يكون هو الموقع الذي سقطت فيه الطائرة المنكوبة. هناك مساحة تقدر حتى الآن بنحو من 40 إلى 50 ميل بحري كدائرة قطرها هذا الرقم. يتوقع أن يكون هناك دلائل مؤكدة حول هذه المنطقة التي تقبع في أعماق البحار فيها الطائرة المنكوبة. أستمع الآن من حضرتك على الهواء نفيا لمسألة الحصول على بعض من القطع التي استمعنا منذ ساعات. الهيئة اليونانية للسلامة الجوية نفت هذا الموضوع، أيضا الجيش اليوناني نفى هذه المعلومة، على الرغم من أن السفير المصري في باريس قال أن السلطات اليونانية أكدت للسفارة المصرية في أثينا على وجود بعض القطع تعود للطيران. الآن هناك نفي، تضارب في المعلومات، يعني إلى أين يأخذ حتى المسؤولين عندما يعلنون هذا الأمر على عبر وسائل الإعلام؟ ولو باختصار سيد عكاشة. يعني ربما اليوم الأول أو الساعات الأولى لحادث بهذا المستوى ويصيب بالطبع القاهرة وباريس بانزعاج شديد للغاية. هناك اهتمام كبير للوصول على ملابسات الحادث، تحديد مكان الطائرة. ربما يعني يمكن تفهم أن يكون هناك تصريح يخرج من هنا أو هناك تتلقفه وسائل الإعلام، خاصة وهي متشوقة ومتلهفة للحصول على خطوة للأمام نحو العثور حتى على الأقل على مكان الطائرة. فيعني يتفهم أن يكون هناك بعض من التضارب في اليوم الأول، لكن أعتقد منذ اعتبارا من صباح باكر سنبدأ في استقبال بيانات رصينة متزنة مع التنسيق الجيد الذي يتم من الأطراف الثلاثة، مصر، فرنسا، اليونان. طيب، إلى أن يعني نصل إلى يوم غد ونحصل على هذه المعلومات أو ربما بيانات أولية، يعني بإمكاننا التحليل الآن حول موقف البلدين وخلية الأزمة في كلا البلدين. من هنا السؤال للدكتور فيصل جلول. دكتور فيصل جلول، أولا يا هلا بك، وثانيا السؤال الذي يطرح الآن، يعني أصابع ليس الاتهام، هي يعني توجيه المسؤولية إلى حد ما، تتجه إلى باريس تحديدا مطار شارل دي غول، الطائرة يعني المصرية وصلت إلى باريس بسلام، انطلقت منها ومن ثم سقطت. إذا كانت الفرضية هي فرضية عطل تقني، مسؤولية من؟ وإن كانت الفرضية هي عمل إرهابي، مسؤولية من وجهة نظرك؟ نعم، بقيت ساعة فقط في باريس الطائرة، وبالتالي في مكان عادة يعني يكون مراقب وبشدة، لذلك احتمال أن يكون هناك شيء ما حصل لهذه الطائرة إرهابي لجهة الإرهاب هو احتمال ضعيف، خاصة أنه كانت موجودة من قبل
عبرت من قبل من تونس إلى أريتريا ثم إلى وصلت إلى باريس. ونحن نعرف أنه لم تسجل حوادث من مطار باريس إرهابية. أما بالنسبة للشروط التقنية، المعروف أنه مطار باريس وكل المطارات الأوروبية تتمتع بدرجة عالية جدا من العناية التقنية بالطائرات، وبالتالي ما ممكن طائرة بحسب المعتاد والمعروف أن تخرج من باريس وفيها عطل تقني. يعني أنا شخصيا في إحدى المرات كنت شاهد على طائرة ليبية ما كان يسمح لها بالخروج لأنه في احتمال خطر تقني فيها. طيب. لذلك أنا أظن بأنه الفرضية أنه يكون ما حصل قد حصل في باريس، هذه الفرضية قد تكون ضعيفة. يعني لا أقول لا فيها 100%، لكن أقول أنها ضعيفة. يجب أن ننتبه إلى مسألة أيضا، وهي أنه عام 2009 كانت شركة مصر للطيران قد سجلت في باريس وربما في أوروبا بوصفها يعني شركة عليها علامات استفهام لجهة المسائل التقنية. ألغي هذا من بعد، لكن سجلت بعام 2009 عليها 200 أو 250 ملاحظة بالمسائل التقنية. طيب. هل هذا الأمر وارد اليوم؟ لا نعرف، لكن سابقة هذه كانت موجودة. سيد عكاشة، يعني ما أسمعه الآن من الدكتور جلول سمعته صراحة من العديد من الخبراء يعني عبر وسائل الإعلام وغيرها، يقولون الموضوع نفسه أنه ربما فرنسا لا تتحمل المسؤولية، بينما الجانب المصري نراه بأنه يقول الطائرة وصلت إلى مصر كما ذكرت أنا في البداية ولو كانت ساعة كما قال الدكتور جلول، ولكنها كانت في وصلت إلى باريس، عفوا كانت في باريس وانطلقت. السلطات المصرية يعني توجه الاتهام لمن؟ يعني لسنا الآن في لحظات تحميل المسؤولية إلى الأطراف، لكن هذا الحديث عفوا هو حديث غير دقيق. قولا واحدا، المطار الإقلاع، هذه هي قوانين الطيران المدني. أنا لدي خبرة عمل في هذا المجال لمدة 15 عاما وأعلم تماما نصوص الطيران، نصوص قوانين الملاحة الجوية. محطة الإقلاع هي المسؤولة الكاملة عن الوضع التقني والوضع الأمني للطائرة. لا نقول ذلك إزاحة للمسؤولية، ولكن هكذا هي النصوص القانونية. الطائرة خضعت للتفتيش الفني في محطة الإقلاع وهي شارل دي جول بالكامل، وتتسلم يتسلم قائد الطائرة تصريحا بالإقلاع من الطاقم الفني المتعلق بالفحص الفني داخل مطار شارل دي جول. لا يوجد أي يد مصرية أو تقييم مصري في هذا الإطار، وأيضا الجانب الأمني يخضع إلى نفس هذه المفاهيم. كل إجراءات التأمين بداية من تفتيش طاقم الطائرة ومتعلقاته يتم عبر رجال الأمن الفرنسيين. ولذلك بعيدا عن الأقاويل الإعلامية غير المنضبطة أو غير المستندة على حقائق، السلطات الأمنية الفرنسية من اللحظة الأولى أعلنت أن هناك تحقيقا قضائيا قد تم فتحه على خلفية هذه النقطة التي تسألين فيه تحديدا. التحقيق القضائي يشمل طاقمين، طاقم الخدمات والأمن والطاقم الملاحي وكل من كان له صلة أو علاقة بالطائرة. هي فرنسا تعلم تماما مسؤولياتها بالشكل الصحيح. العلاقة جيدة للغاية ووطيدة ما بين مصر وباريس، ليست في معرض إلقاء المسؤوليات هنا أو هناك. وهناك رد أخير حول ما جاء على لسان الضيف خاص بملحوظات على مصر الطيران. هذا الأمر غير صحيح وهذه المعلومة غير دقيقة. مصر في العام 2008 دخلت عضوا مؤسسا في تحالف ستار الذي يضم كافة شركات الطيران العالمية، منها لوفت هانزا الألمانية وإير فرانس البريطانية وبريتش إيرواي. إذن أعلى ثلاث شركات في الطيران على مستوى العالم، ومصر الطيران كانت عضوة في تحالف ستار، وهذا الأمر مستمر حتى الآن. طيب. لا أعتقد أن لو كان هناك أقاويل تتردد هنا أو هناك كان من الممكن أن تدخل مصر عضوا مؤسسا في هذا التحالف. طيب سيد عكاشة، على الرغم
من هذه المعلومات التي تتحدث حضرتك عنها، يعني نحن سمعنا ما قاله مسؤولون إذا كان رئيس الحكومة أو حتى كان وزير الطيران أو حتى في المؤتمر الإعلامي، يعني ما طرحه الإعلاميون المصريون، نشعر بأن هناك يعني شعور لدى أغلبية المصريين بأن مصر مستهدفة، على الرغم من أنك يعني قلت بأن ربما المسؤولية تتحملها باريس. لماذا يشعر المصريون وكأن هناك يعني توجيه أصابع الاتهام أو المسؤولية إليهم هم؟ هذا الشعور نابع من ماذا؟ أولا هل توافقني عليه؟ وإذا كان صح هو نابع من ماذا؟ ولو باختصار لو سمحت. يعني هذا الشعور باختصار شديد هو الأمر ليس أصابع الاتهام، مسألة الاستهداف هذا الأمر صحيح. الجانب المصري يعلم أنه مستهدف، نحن في خضم مكافحة للإرهاب وللتنظيمات المسلحة الموجود بعضها على الأراضي المصرية والموجودة في أطراف الإقليم على حدودنا الغربية وحدودنا الشرقية، وأيضا امتدادات التنظيمات الإرهابية هي تعلم بوضوح، ليس الأمر أسرارا أو به بعض من السرية، التنظيمات الإرهابية تحدد بلادا بالاسم أنها تستهدفها وتستهدف أمنها، لذلك مصر تتعامل بالفعل أنها مستهدفة أمنيا ومستهدفة نعم. سياسيا. هذا الأمر شعر به الكثير وأطلقوا لذلك الأسئلة من خلال هذه الخلفية. دكتور جلول، ما رأيك بنظرية المؤامرة؟ هل بالفعل مصر مستهدفة من وجهة نظرك أم ربما هو يكون حادث عرضي؟ يعني في النهاية الحوادث تقع يعني للطيران، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث لمصر، يعني ضربة موجعة تلو الأخرى. أيضا تحليلك حول هذه النقطة. نعم، فقط إشارة صغيرة إلى أنه نعم. عندما تحدثت أنا لم أتحدث بشكل قاطع كما فعل الضيف المصري، نحن نناقش احتمالات، وبالتالي البرهان اليقيني يأتي من الصندوقين. بانتظار ذلك كل ما يقال هو تكهنات واحتمالات. أما بالنسبة لاستهداف مصر فهو واقع، واستهداف باريس أيضا واقع. يعني نحن نعرف أن فرنسا تلعب دور في مكافحة الإرهاب، وأولويتها كما أولوية الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مكافحة داعش، وبالتالي عدو معلن لداعش، وحصلت عمليات إرهابية في باريس، واستهداف فرنسا قائم. بالنسبة لمصر استهدافها قائم بدليل أنه حصل من قبل عملية ضد الطائرة الروسية، وهذا معروف، يعني بيت ثابت لا يمكن لأحد أن ينكره. في هذا السياق استهداف مزدوج لمصر ولباريس يعزز فرضية أن تكون هناك عملية إرهابية، يعززها لكن لا يؤدي إلى الحسم بشأنها بالقول فعلا أنه هناك عملية إرهابية. الفرضي الظرف أو الهدف في الفرنسي المصري للإرهاب قائم. نعم، ربما ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال بالعامية، ولكن يعني حول هذه الفرضية تحديدا عندما يتحدث مسؤول الأمن الفيدرالي الروسي دكتور جلول عن عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة، هل هنا أيضا يعتبر فرضية أم هو ربما معلومة موثقة عندما تأتي من جانب يعني كالأمن الفيدرالي الروسي وهم لديهم التكنولوجيا وأيضا الاستخبارات وأيضا الأقمار الصناعية المتطورة بإمكانهم أن يكشفوا هم والولايات المتحدة الأمريكية ما يجري في هذه المنطقة؟ يعني معلومة من هذا النوع من جهة كهذه، ما دلالة ذلك؟ دلالتها أنه هناك تغليب قوي لفرضية الإرهاب، كما في فرنسا هناك يعني تقريبا شبه تغليب لهذه الفرضية. في مصر ما معنى أن يجتمع أعلى هيئة أمنية في البلد؟ لو حادث طائرة عادي لماذا يجتمع أعلى هيئة أمنية في البلد التي تجتمع عادة في حالة الحرب مثلا أو في حالة الخطر الشديد؟ أو يعني هذا يغلب أيضا فرضية الإرهاب. نحن نعيش في منطقة وفي ظروف يعني تجعل من قضية العمل الإرهابي راجحة جدا، طبعا ليست قاطعة بانتظار العثور على الصناديق لكن راجحة دكتور جدا. دكتور جلول، ولو باختصار هل بس فقط صح لي هذه المعلومة التي قرأتها في وسائل الإعلام الفرنسية والبريطانية، هل صحيح بأن فرنسا تلقت تهديدات من ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش قبل أسبوعين من حادثة الطائرة بالقيام بعمل إرهابي؟ هل سمعت بهذه المعلومة؟ هذه معلومات صحفية ونشرت لم تتأكد رسميا لكن نعم. نشرت، وقد سبق لفرنسا أن تلقت تهديدات من قبل
وتبين أن هذه التهديدات جدية بدليل الأعمال الإرهابية التي حصلت في باريس. طيب. على كل حال سأدخل معك لاحقا بما قاله وزير الخارجية الفرنسي حول هذا الموضوع، موضوع الأمن. أريد أن أخذ برأي سيادة العميد سيد عكاشة، موضوع الإرهاب، موضوع ضرب عصفورين بحجر واحد، فرنسا وربما مصر أيضا، ما قاله يعني مسؤول الاستخبارات الروسية حول هذه النقطة، مسؤول الأمن الفيدرالي الروسي عفوا، دلالته من وجهة نظرك أيضا كخبير عسكري واستراتيجي؟ يعني بتفق مع دكتور جلول حقيقة في مسألة أن الاستهداف مزدوج. نحن في مسرح عمليات كلا الطرفين، مصر وفرنسا مستهدفين بشكل كبير. فرنسا وباريس تحديدا شهدت أكبر عملية إرهابية منذ شهور قليلة وقعت في العاصمة باريس. هل انتقلت هذه الخلايا إلى استخدام عمليات نوعية؟ هذا السؤال أظن أنه مطروح بقوة أمام الأجهزة الأمنية الفرنسية والمصرية أيضا. أعتقد أن الإشارة الروسية هي إشارة جادة وإشارة ربما بالفعل تعبر عن أن هذه النقطة تحديدا التي سقطت فيها الطائرة، ونتحدث عن محيط البحر المتوسط أو فضاء البحر المتوسط، هو منطقة تعج بالأجهزة الاستخباراتية والوحدات العسكرية من كافة الدول. وهناك أيضا تصريح استمعت إليه قبل الدخول إلى الهواء مباشرة قادم من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول أنها ترجح أن يكون العمل على خلفية تفجير بقنبلة. هذه الإشارات الأولية لا تخرج اعتباطا أو عفويا، بل تكون مستندة على بعض من المعلومات ربما الاستخبارات، ولم تقطع نهائية بالفعل، وتبقى الاحتمالات الأخرى قائمة. لكن نتحدث عن باريس ولديها تحذيرات حقيقية وهي تحت حالة الطوارئ القصوى حتى الآن عندما نتحدث على الهواء، ونتحدث عن تنظيم داعش الذي يهدد أكثر من عاصمة أوروبية وأيضا مع تهديده لمصر في هذا السياق. سيد عكاشة، في ظل كل هذه المعطيات وهذه التحليلات ومدى خطورة الوضع الآن، نظرا لعدم وجود يعني أي أمور ملموسة بإمكاننا أن نعول عليها، افتقدت صراحة وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمؤتمر صحفي على الأقل كمقام الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، هل افتقدته أيضا ولماذا؟ ولو باختصار سيد عكاشة. يعني ربما النسق مختلف في مصر، الجدول الرئاسي ربما يعني مزدحم بأشياء كثيرة، ربما هناك إدارة للأزمة. الاجتماع الذي أشير إليه كان برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بتوجيه كافة التكليفات الممكنة، ربما أثر أن يخرج وهو لديه كثير من المعلومات التي يمكن أن يناقش العالم والرأي العام العالمي والداخلي عن طريقها. لكن هو موجود في الأحداث في القاهرة من اللحظة الأولى برئاسته لاجتماع مجلس الدفاع الوطني. دكتور جلول، بقيت لدي 30 ثانية، أريد أن أختم مع حضرتك، ماذا يعني ذلك الآن عندما يقول رئيس وزير الخارجية الفرنسي بأن هناك إجراءات مشددة أمنية الآن؟ إلى أين تتجه فرنسا بعد هذه الحادث باختصار شديد؟ 30 ثانية. في فرنسا مخطط في جي بيرات بأعلى مراحله، يعني استنفار عادة ما يشبه استنفار الحرب. وبالتالي هذا الاستنفار قائم. العملية اليوم في تعابير وزير الخارجية تنطوي على احتمال كبير بأنه يكون عمل إرهابي تستعد له فرنسا. شكرا لك الخبير الأمني والاستراتيجي العميد خالد عكاشة، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل جلول، أشكركما جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، فيكتور ليبرمان يعود إلى الواجهة من جديد عبر بوابة وزارة الأمن الإسرائيلية بعد الفاصل، ابقوا معي.